بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من القاهرة متابعة لآخر المستجدات سواء داخليا أو خارجيا. دعونا نبدأ معكم وكالمعتاد بجولة في أهم وآخر الأخبار، والبداية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، يعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما وجه الرئيس بمواصلة مساندة قطاع السياحة في مواجهة تداعيات الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف. وقد وجه السيد الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، ليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة. كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. الاجتماع تناول متابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر ومقترحات تنشيطها. وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشددا سيادته على ضمان تمتع السائحين الموجودين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة. وقد عرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلا عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد زيارة لجمهورية قبرص استغرقت عدة أيام، التقى خلالها الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وقبرص. والتقى الفريق أسامة عسكر خلال الزيارة بالرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، وذلك بحضور وزير الدفاع القبرصي وقائد الحرس الوطني القبرصي، حيث نقل له تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نقل تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. فيما أشاد الرئيس القبرصي بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري القبرصي في ضوء عمق الروابط التي تجمع بين البلدين. والتقى الفريق أسامة عسكر بالسيد خارلامبوس بتريدس وزير الدفاع القبرصي، حيث أكد على ضرورة استمرار التنسيق بين مصر وقبرص لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين. ومن جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي على أهمية التنسيق والعمل المشترك
لمواجهة التحديات بما يحقق الاستقرار في المنطقة. كما التقى خلال الزيارة بقائد الحرس الوطني القبرصي وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون لا سيما في المجال العسكري بين مصر وقبرص. كما شهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات بين الوفدين المصري والقبرصي تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. أعقبها زيارة الفريق أسامة عسكر للنصب التذكاري حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. تلاها زيارة لقيادة القوات البحرية القبرصية تضمنت جولة تفقدية لإحدى الوحدات البحرية القبرصية، كذلك زيارة مركز البحث والإنقاذ القبرصي، بالإضافة إلى زيارة قيادة القوات الخاصة القبرصية التي تخللها عرض تقديمي عن القوات الخاصة القبرصية وتنفيذ بيان عملي بواسطة عناصر القوات الخاصة القبرصية أعقبه المرور على معرض الأسلحة. وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الزيارة بالمستوى الراقي والإمكانيات المتميزة التي تمتلكها القوات المسلحة القبرصية بمختلف أسلحتها وتخصصاتها. حضر اللقاءات والزيارات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتوفير كل سبل الدعم الممكن لإنشاء مركز بيانات شركة مايكروسوفت العالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن أمله في أن تثمر المناقشات الجارية عن توقيع اتفاق بهذا الشأن. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع براد سميث رئيس شركة مايكروسوفت العالمية ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة والوفد المرافق له بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أكد مدبولي أن ملف التحول الرقمي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية ويحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. أعلن وزير المالية دكتور محمد معيط أن مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية العام المالي الجاري والذي ينتهي في يونيو من عام 2022. وأضاف الوزير أن مصر تتطلع إلى دخول أسواق المال اليابانية في إصدارات جديدة خلال المرحلة المقبلة. كانت مصر قد نجحت في الإصدار الأول لسندات مصرية في الأسواق المالية اليابانية بقيمة تعادل نصف مليار دولار. وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. دكتورة حنان أرحب بك، ويعني ما هي دلالات التخطيط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية العام المالي الجاري؟ ما المقصود بهذه الخطوة؟ مساء الخير يا فندم. طبعا مصر بتحاول في الفترة الحالية تنويع مصادر التمويل وتنويع عملات التمويل وتنويع كمان آمال التمويل. طبعا لما هتتجه إلى أسواق جديدة زي السوق الياباني بطبيعته اللي هي بيهتم جدا المستثمر فيه بالاستثمار في أدوات الدين ذات التصنيفات الائتمانية القوية ذات المركز المالي القوي، فده يعتبر إضافة لموضوع إصدار أدوات الدين. طبعا ادوات الدين اللي هتصدر بالين الياباني دي هتبقى لفتره 5 سنوات، ودي تعتبر طويله الاجل، والعائد عليها عائد منخفض 85%، وده من اقل العوائد المتواجده في اسواق السندات. طبعا معروف في ظل الاجواء الجيوسياسيه المتوتره ما بين روسيا واوكرانيا، ده كان اصدار تلك السندات يعتبر من يعني في منتهى الصعوبة، ولكن أقدمت وزارة المالية على هذا الإجراء لتنويع مصادر التمويل. كان اتكلم السيد وزير المالية على إن بيستهدف أسواق جديدة بعملات جديدة عشان خاطر ما يبقاش الإصدارات بعملات واحدة، وده كمان ممكن يعزز من قيمة الجنيه مقابل سلة العملات كلما اتجهت إلى إصدار عملات جديدة. كل ما بتزودي في أماد أدوات الدين ده بيضمن استكمال مشاريع الدولة أو استكمال خطط التنمية، لأن كان في عائق سابقا هو عدم تناسب فترة الدين مع الأماد التي تحتاجها الدولة، وكان البنك الدولي بينصح مصر بتطوير أماد الدين وتحويلها من القصير الأجل إلى طويل الأجل، وبالفعل تلك السندات مدتها يعني فترة طويلة. نعم، يعني طب ما هي المميزات يعني التعامل مع سوق مثل السوق الياباني في أسواقنا؟ طبعا معروف عن السوق الياباني هو بيهتم بأدوات الدين وبالمستثمر هناك يعني بيعرف يتعامل فيها وشايفها إن هي من أدوات الاستثمار القوية، وبيبحث كمان على الدول صاحبة القدرة المالية الـ يعني للإيفاء
في مواعيدها، وبيدور برضو على الدول ذات الامكانيات الاقتصاديه القويه، فهو ممكن يحول الفتره القادمه من الاستثمار في ادوات الدين الى الاستثمار المباشر. ممكن تكون يعني بوابه لفتح مجالات الاستثمار الياباني في مصر الفتره القادمه. وطبعا احنا عارفين ان اليابان كان ليها يعني مع مصر باعه في تنشيط الأنشطة الثقافية، هي اللي قامت ببناء الأوبرا المصرية في الثمانينات يعني. فإحنا يعني العلاقات المصرية اليابانية هي علاقات ممتدة، العلاقات الاقتصادية هي علاقات واعدة طبعا. ولما مصر بتنقل تجارب من دول شرق آسيا فهي بتضمن القدرة على استمرار معدلات التنمية العالية. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. قال وزير القوى العاملة محمد صعفان إن الانتخابات النقابية العمالية للدورة الجديدة 2022-2026 سوف تتم تحت إشراف قضائي، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية، فضلا عن تشكيل غرفة عمليات تحت إشراف الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمواجهة وتذليل أي عقبات لتذليلها قبل حدوثها. جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بديوان عام الوزارة مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات ومسؤولي الاتصال النقابي في 27 محافظة، استعدادا لبدء الدورة الانتخابية النقابية الجديدة. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا المستشار مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة. سيادة المستشار أرحب بك. أهلا بك. نعم سيادة المستشار، أنت رئيس اللجنة العليا لهذه الانتخابات، يعني المنظومة الرقمية الإلكترونية كيف ستساعد على تنظيم هذه العملية الانتخابية مع استخدامها لأول مرة؟ طبعا سيادتك، هو تنظيم العملية الإلكترونية هيساعدنا كتير بالنسبة للوقت والمجهود، وهيبقى في خطة متناهية بالنسبة لتسجيل الناخبين أو أعضاء الجمعية العمومية باللجان النقابية والنقابات العامة، فده ان شاء الله هيساعدنا كتير في اتمام العمليه الانتخابيه اللي هي الدوره النقابيه 22-26 تتم بنجاح ان شاء الله. نعم، ويعني ما هي الخطط الموضوعه لتنظيم العمليه الانتخابيه خاصه مع وجود غرفه عمليات ستعمل على مدار 24 ساعه لتلقي الشكاوى؟ معالي الوزير يعني اعطى تعليمات انشاء لجنه عليا انتخابات بديوان عام الوزاره، ولجنه عليا على مستوى كل مديريه من مديريات القوى العامله اللي هم 27 مديريه على 27 محافظه، على اساس يبقى في تواصل مباشر على مدار الساعه بعد سيادته ان شاء الله ما هيعلن بدايه تلقي مشروع الانتخابي وبدايه الانتخابات هتتم امتى وعلى كم مرحله، هيعلن خلال الاسبوع القادم تقريبا ان شاء الله من خلال مؤتمر صحفي، فهيتم التعامل مع كل اللجان العليا واللجان الفرعية تمهيدا قبل سعيا لإتمام هذه العملية بنجاح. نعم، يعني ما هي ملامح يعني هذه الانتخابات النقابية في دورتها الحالية، خاصة وأن يعني كان هناك اجتماع بيشمل مسؤولي الاتصال النقابي في 27 محافظة المحافظات التي تستعد لهذه الدورة الانتخابية الجديدة؟ بناء على تعليمات معالي الوزير برضه تم الاجتماع مع جميع مدير المديريات ووكلاء المديريات ال 27 على مدار الاسبوع القادم الماضي للوقوف على العمليه التنظيميه والعمليه الاداريه والتكلفه الماليه لهذه العمليه الانتخابيه، والوقوف على كل التساؤلات والاستفهامات من الساده زملاء مدير المديريات حتى تتم العمليه بنجاح. هذه الدوره تم الاستعداد لها جيدا بتعليمات مع الوزير، وهو شخصيا سيرأس هذه اللجان العامه تمهيدا او سعيا ان احنا نتمها ان شاء الله على نجاح ونقبل ذلك باذن الله. نعم، اشكرك شكرا جزيلا المستشار مدحت الغمراوي مدير مديريه القوى العامله بالقاهره ورئيس لجنه الانتخابات العماليه النقابيه.